مجلسه اللي بيكرموا طبعا اللاعبين اللي كانوا من النادي الاهلي او ممثلين النادي الاهلي في منتخبنا الوطني في حفله النهارده شغاله زي ما انتم شايفين على الشاشه امامكم، ان شاء الله هنكون متابعين ليها. فبالتالي ده وضع طبيعي، النادي الاهلي دائما سعيد ونادي الوطنيه ما بيبقى سعيد طبعا بوصولنا لكاس العالم، واكيد اللاعبين المميزين اللي بيمثلوا مصر ويكونوا موجودين في النادي الاهلي لازم طبعا النادي الاهلي يكرمهم بشكل كبير. وسريعا طبعا مجلس الاداره عمل هذه الحفله، لان طبعا انتوا عارفين ان احنا داخلين على ماتش الاتحاد ثم ماتش الرجاء ثم مباراه النجم الساحلي، فما فيش وقت غير انسب غير هذا الوقت او هذا التوقيت انه يعملوا هذه الحفله وتكريم هؤلاء اللاعبين المميزين اللي طبعا مثلوا مصر وفرحونا بشكل كبير، سواء بقى شيف اكرامي، عبد الله السعيد، كل اللي كانوا موجودين، احمد فتحي، احمد حجاز. يعني على فكره احنا بنقول لاعبين موجودين من النادي الاهلي، لكن كل حتى اللي احترفوا كمان، يعني لو في فرصه اعتقد ان هم يبقوا متواجدين النهارده هيبقوا متواجدين. ولكن عايز اقول لكم حاجه جميله جدا، لما بقول اسامي المنتخبات اللي تاهلت لكاس العالم واسم مصر موجود فيها، الصراحه انا يعني سعيد جدا لما اقول لكم المانيا طبعا حامله اللقب، روسيا البلد المنظمة، البرازيل، إيران، اليابان، بلجيكا، كوريا الجنوبية، المملكة طبعا العربية السعودية وبارك لها أيضا، المكسيك، ألمانيا، إنجلترا، أسبانيا، نيجيريا، بولندا، وصربيا، وأيسلندا، وجمهورية مصر العربية. حاجة جميلة لما تكون بقالكم فترة ما بتسمعوش هذا الاسم من ضمن المنتخبات المتأهلة لكأس العالم، بتسمعوا اسم مصر بقى دلوقتي قبل الجولة الأخيرة كمان، دي حاجة جميلة جدا. عايز اقول لكم انا يعني كنتش مصدق وانا بقول الاسم، لكن طبعا مصر كبيرة، مصر هي بطلة افريقيا، هي اكبر دولة افريقية حصولا على بطولة افريقيا. ما ينفعش ابدا ان اسمها ما كانش يتقال قبل كده ضمن الفرق المتأهلة لكأس العالم في السنين اللي فاتت، ولكن طبعا يا رب دايما يعني ده شكل اللاعبين طبعا الموجودين، واللاعبين والجهاز الفني لمنتخبنا الوطني موجود في النادي الاهلي، وصل في هذه الاحتفاليه لعيبه طبعا رامي ربيعه اللي قام بدور كبير جدا في خط الدفاع، وصالح جمعه اللي يعني الحمد لله كان ماشي بشكل كويس، ولكن طبعا احنا كنا عايزين يبقى صالح جمعه اللي احنا بنشوفه في الاهلي، ولكن يعني هذه المباراه عمرو بركات طبعا كل اللاعبين طبعا بيحتفلوا بزمايلهم اللي كانوا موجودين في منتخبنا الوطني وكانوا بيشاركوا، مفيش بقى فرق، كلنا مصريين، كلنا لاعبين مصريين. على فكره ممكن واحد من اللعيبه دي اللي موجوده يبقى موجود في منتخب مصر في المره في فتره قادمه، لسه عندنا فتره طويله، الدوري شغال والباب مفتوح لمنتخبنا الوطني في كل الانديه، هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. لا لحظه لقينا حسام حسن موجود داخل منتخب، لحظه لقينا مؤمن زكريا بقى داخل منتخب، وهكذا. المهندس هاني بوريده رئيس الاتحاد المصري لكره القدم بيبوس عماد متعب، عماد متعب بيقول له احنا محتاجينك يا عماد كفيرود. بصراحه عماد متعب من اللاعبين المميزه اللي كانوا منتخبنا الوطني، ونفتكر مباراه الجزائر وقد ايه كانت المباراه فيها قتال كبير في هذه المباراه، ورغم من ذلك ما وصلناش لكاس العالم، ولكن طبعا عماد متعب من اللعيبه منتخب او لعيبه منتخبنا الوطني المميزين. طبعا كابتن احمد مجاهد، مستر هيكتور كوبر، المهندس ايهاب لهيطه، يعني محمود فايز طبعا اللي كان بيقوم بدور كبير جدا جدا جدا، مروان هشام، استاذ مروان هشام عضو مجلس اداره النادي الاهلي، المهندس محمود طاهر موجود، كابتن حسام البدري، احمد ايوب، كابتن سيد عبد الحفيظ، كلهم، كابتن محمد ابو العلا، كلهم فرحانين، كلهم فرحانين بمنتخبنا الوطني، من حقهم يفرحوا، من حقنا نفرح، من حقنا ان احنا نحتفل بيهم ونحتذي بيهم كلاعبين مثلوا منتخبنا الوطني ووصلونا لهذه المرتبه اللي احنا بقالنا فتره طويله جدا ما وصلناش لهذا او هذه البطوله. يمكن روسيا 2018 زي ما بقول لكم عهد جديد من الكره المصريه، عهد جديد للرياضه المصريه، ده اللي احنا نتمناه دايما، ده بلدنا تبقى في المقدمه. سيركت كوبر بيبوس حسين السيد، قال له انت بقى الفتره الجايه هتبقى موجود شكلك، بس اجتهد شويه يا حسين عشان انت لعيب كويس. ايضا محمود فايز، محمد الشناوي اهو بيبوس محمد الشناوي، ورامي ربيعه طبعا اللي كان نجم هو واحمد حجازي. الصراحه عايز اقول لكم احنا لعبنا فرقه جامده جدا يا جماعه، يعني بالرغم من ان احنا كنا مطالبين ان احنا نفوز بشكل كبير، لكن فرقه الكونغو ادت شكل كويس. يمكن حسبنا لهم المباراه في البدايه ان احنا ما ضغطناش بشكل كبير، لكن كانت مباراه صعبه، مباراه صعبه جدا، لو كنا دوسنا عليهم بس في الاول كانش الامور بقت صعبه بالشكل ده، لكن الحمد لله منتخبنا وصل
لكأس العالم بعد مجهود كبير. أسامة نبيه اللي بيقوم بدور كبير جدا، اللي واجه ممكن هجمة شرسة. أنا بمنتهى الأمانة بحييه، لأن هو يعني شخصية محترمة جدا، شخصية بيحاول، شخصية متزنة، ده اللي أنا بتكلم عليه لأسامة ومن معاشرتي ليه. كلام كتير إن هو مش عارف ما بيحبش مين، بيحب مين، لا ما أعتقدش، لأن أنا عارف هذه الشخصية ممكن بتفكر إزاي. ودائما خلي بالكم كابتن أحمد ناجي طبعا، دائما لما بيكون في حاجة غلط عمر ما ربنا يكرم، فبالتالي ما فيش حاجة الحمد لله في هذا الجهاز غلط، ممكن يبقى في بعض القصور في عدد في اختياراته، دي واردة إن أنا بشوف حاجة وجهة نظر معينة في اختيار اللاعب معين، مكان لاعب معين، ده في حد ذاته ممكن تبقى موجودة. فبالتالي كلمة ان انا في المدرب معين بيختار لعيب عشان هو في نادي معين والكلام ده، لا لا خالص خالص، كلنا مصر، كلنا اللي وصلنا لكاس العالم، كلنا اللي احنا هنبقى متواجدين وراهم ان شاء الله في روسيا، ده اللي احنا نتكلم عليه. معاك يا احمد الفيديو بتاع كابتن مدحت. طيب زي ما احنا شايفين طبعا المهندس هاني بوريدة مع المهندس محمود طاهر طبعا رئيس النادي الاهلي، وحاجة جميلة احنا بنسمع نشيد وطني مع هناك، ده نشيد وطني ده هناك يا جماعة ولا انا بسمعه؟ طيب يمكن عشان انا بسمع نشيد وطني على طول ساعة ال باسم لك حبي وفؤادي مصر يا ام البلاد. يعني ده اعتقد هو ده النشيد اللي خلى اللعيبه زي ما احنا شفنا عندهم حاله من الاستنفار في هذه المباراه، يعني ده اللي احنا دايما كنا شايفينه في هذه المباراه. خلينا نروح نسمع طبعا هذه الاحتفاليه الخاصه بتكريم لاعبي منتخبنا الوطني ووصولهم لكاس العالم بروسيا 2018. أول لكرة القدم والمتأهل لنهائيات المونديال الروسي المقبل إن شاء الله. ومع المنتخب الذين قادوا هذا المنتخب للانتصار عن طريق الدعم بكل أشكاله وبالاستقرار وبالحب، مجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة. وقبل أن نبدأ حفلنا أستأذنكم أيضا وأخيرا في فيلم قصير نشاهده معا. Thank you.
دولة سعيد نصيبة. وهبة 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 الله وهبة. وعايزينها الحقيقة بشكل يعني مؤلم. ادي امامنا الكرة الركنية لكن يشيل عبده غبولة تسديدة ودي مروان تعود الى رمضان. ادي امامنا الكرة لمنتخبنا المصري. بوق كبير من جانب السعيد عبد الله السعيد عبد الله من اول. كلمة من المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بيكم جميعا. ويعني الفرحة مسيعانا كلنا بالإنجاز اللي حصل لمصر والبركة في لعيبتنا في جهازنا الفني بتاع المنتخب في مجلس إدارة اتحاد الكورة اللي بالنيابة عن مصر كلها مش النادي الأهلي بس. النهاردة أنا بشكرهم وبشكركم على اللي انتم عاملينه وبشكر كل اللعيبة. الحقيقة أنا دايما بقول يعني أنه اللعيبة هي الأساس في هذا الموضوع. روحها وقتالها وعرقها في الملعب هو اللي بيخلي الناس دي كلها تفرح وهو اللي بيوصل الفرحة وهو اللي بيوصل فرحة البلد كلها مش لبس. صحيح انتوا خليتوا الشعب المصري يعيط مرتين مرة حزن ومرة فرح. ان شاء الله مش مسموح لكم انكم تخلوا المصري يعيط حزن تاني. هيبقى كله فرح بإذن الله وبمجهودكم وبعرقكم. احب اشكركم
بالنيابه عن النادي الاهلي وجماهيره، بالنيابه عن مصر وجماهيرها، احب اشكر مستر كوبر وجهازه الفني على الحلم اللي اتحقق لنا واللي احنا بنشوفه في خلال الفتره اللي فاتت، ان احنا نوصل نهائي كاس امم افريقيا بعد 6 سنوات، لكاس العالم بعد حاجه وعشرين سنه، وكان حلم صعب. وبعرق الناس دي وبمجهودها وباتفاعها وباداره مجلس اداره اتحاد الكوره، لابد ان نوجه له شكر شديد، لانه وفر كل الامكانيات للجهاز وللعيبه انهم يحققوا اللي قدروا يحققوه. اشكركم تاني وبارك لكم كلكم، والف مبروك عليكم وعلى وعلينا وعلى مصر كلها، ودايما في انتصارات ان شاء الله. سالته عن المونديال فقال لي خدها مني كلمه، مصر في المونديال بالذوق بالعافيه بالحب بالغصب، مصر هتلعب في المونديال، وده وعد مني ليك انقله على لساني كلمه الان لصاحب الفرح الحقيقي وصاحب الانجاز المهندس هاني ابو ريده رئيس مجلس اداره اتحاد الكره. مدرسة عريقة، النادي الأهلي هو العمود الفقري للمنتخبات الوطنية ده منذ الأزل. نبص حتى على الجهاز الفني، ناس كتير جدا منهم لعبوا منتخب مصر وأسروا منتخب مصر ولهم ثورات ودولات وأدوا المنتخب، كلهم قيمة كبيرة جدا. أولادنا العيال قاعدين قدامي كلهم، أنا سعيد بيهم جدا لأنه كلهم أعتقد إن هم كانوا معايا وهم لسه ناشئين وفي المنتخبات الوطنيه فتره طويله، وسعيد بيهم جدا جدا. الروح القتاليه اللي هم ادوا بيها خلال مشوار خلال سنه ده بيبين لمدرسه الاهلي مدرسه ليها نظامها ليها تقاليدها، وده بينغرس في لعبتها من البدايه. حتى اللعيب اللي يجي على النادي الاهلي بيتاقلم على اسلوب واداره النادي الاهلي. الحقيقه انا ابني برضه مباراته في النادي الاهلي، الجهاز الفني منتخب مصر الحقيقه اللي انا مشيت فيه ومشيت في خبراتي خلال الفتره اللي فاتت انتفاضات كثيره، لكن الحقيقه انا ما تحسيتش، وكنت مؤمن من اول يوم ان احنا باذن الله هنكون مكاننا في روسيا باذن الله، لان قدرات اللعيبه وتصميمهم هو ده اللي كان عقيد الدافع ان كنا نتمسك المساله دي. ودايما كنت بناقش مع ابناء المنتخب ان احنا باذن الله لنا نصيب ان احنا نكون في روسيا، وده ما بيجيش الا بالذهب وبالعرق وبالنظام وباليقين جواك ان انت تقدر توصل. والنهايه هم ادوني كل ده خلال السنه ونص اللي فاتوا، رغم من كل اللي سمعناه من وسائل الميديا انه يعني المنتخب ما بيأديش بالشكل الجيد، انما الحقيقه كانت النتائج كلها اكثر من ممتازه، نتائج ما نحلمش بيها في بدايه المشوار، ودي ما تعودناش عليها في بدايه مشوار كاس العالم. وفوز بره ادى دفعه كبيره للمنتخب، والولاد تمسكوا بحقهم يكونوا موجودين، وربنا ما بيديش الا كل مجتهد، ولما تكون النوايا طيبه والناس عندها ايمان شديد ان هم هيكونوا موجودين، الحقيقه هو ده اللي يمكن
استبدانا حتى لما فقد الامل قبلها بقى ثلاث دقائق. الناس نسيت ان احنا عندنا مباراه اخرى ممكن نفوز في غانا. هم جايين يحتفلوا وتفرحوا وان المباراه سهله، انما في الظروف دي كلها مع الخبرات الكبيره الواحد بيحس ان بيبقى فيها صعوبه. واحمد فتحي بيبص لي ان احنا اتكلمنا فيها قبل الماتش بيوم، انا بيبقى عندي الاحساس ده ان المباراه صعبه لان كل الفرقه كانت مصيبه انها تفرح ملايين الناس عبر الشاشات على مستوى العالم كله. الحقيقه انا بعد المباراه كميه الهنائيه اللي جت من افريقيا حتى من الدول اللي كانت منافسه معانا في المجموعه من اتحاد غانا واتحاد اوغندا او كل الدول الافريقيه ودول كبيره الدول العربيه بشكل كبير جدا، انهم انتوا اسعدتوا كل الجماهير على مستوى الوطن العربي والمغتربين المصريين اللي هم عايشين في الخارج. الحقيقه انا بشكركم جدا على الاداء المتميز واللي اسعدتوا به شعب مصر، وبشكر مره ثانيه مجلس اداره الاهلي وعلى راسه الاخ الصديق محمود طاهر على هذه الدعوه الكريمه، ودايما الاهلي هيفضل طول عمره هو العمود الفقري للمنتخب. شكرا. الجهاز الفني للمنتخب المصري الاول لكرة القدم المهندس ايهاب لهيطة مدير عام المنتخب. مستر فانتا مدرب عام المنتخب. كابتن محمود فايز مدرب مساعد المنتخب. كابتن احمد ناجي مدرب حراس المرمى المنتخب.
كابتن أسامة نبيه مدرب المنتخب. مستر أنتوني مدرب الأحمال. ولا يمكن لمصر أن تنتصر إن كانت تملك جهازاً فقط ولا تملك لاعبين، أو تملك لاعبين فقط ولا تملك جهازاً. وبعد تكريم الجهاز الفني للمنتخب يبقى الدور على حراس وصناع انتصارات هذا المنتخب، لاعبو النادي الأهلي الذين شاركوا في كل تصفيات المونديال بفانيلة منتخب مصر وباسم مصر، وعلى رأسهم كابتن شريف إكرام. المبتسم دائما والمنتصر دائما كابتن احمد فتحي. والذي يريد الرقص والغناء تماما مثل اجابتي لكرة القدم الكابتن سعد سمير. صخرة دفاع النادي الأهلي ومنتخب مصر كابتن رامي ربيع. والنجم الكبير الذي لا بد أن يواصل تألقه كابتن صالح جمعة. ساحر الكرة المصرية كابتن مؤمن زكريا. والنجم الذي سيعود لأن مصر والأهلي يحتاجان إلى أن يعود كابتن مروان محسن. واستاذن النجم النادي الاهلي ونجم مصر الكبير جدا كابتن عماد متعب انه ياتي يتسلم جائزه صانع المهاره وصانع الفرحه كابتن عبد الله السعيد المصري.
الذي تصدقه دائما موهبته كابتن وليد سليمان. واللاعب الذي يحمل الامل غدا للنادي الاهلي وايضا لمنتخب مصر كابتن احمد الشيخ. وأيضا أحد أصحاب الأحلام القادمة كابتن أيمن أشرف. واللاعب المسكون بالموهبة كابتن أحمد حمود. ومدافع القلب الصعب سواء للأهلي أو لمصر كابتن محمد نجيب. واللاعب الذي يمكن الاعتماد عليه دائما كابتن صبري رحيم. ومسك الختام اللاعب الذي يهرب من الأضواء مهما طاردته، اللاعب الذي يعطي كل شيء دون أن يسأل أو يفتش عن أي أضواء، اللاعب الذي ينتصر دون أي سقط أو ضجيج، اللاعب الذي أحب الأهلي وأحب مصر فأحبه جمهور الأهلي وأحبه كل المصريين كابتن حسام عاشور. استاذن كابتن حسام البدري ان يصعد الى المنصه. في حكايه حصلت النهارده، احنا عندنا مشجع اهلاوي عاشق للاهلي وعاشق للمنتخب المصري اسمه محمد. محمد عنده ظروف منعته من الحياه العاديه، ورغم ذلك يحرص على حضور مباريات الاهلي ومباريات المنتخب. ومحمد لما مصر كسبت الكونغو، محمود انا اسف، ولما كسبت مصر الكونغو فرح فرحه مش عاديه، لدرجه ان الفيفا النهارده الصبح قال ان دي احسن فرحه واحسن تشجيع لعام 2017.
محمود كان حلم حياته يشوف استاد مختار التتش، واستأذن الكابتن حسام البدري الذي فتح